ينضم إلينا نزار عدرا صانع مشغولات صدفية من مرسين التركية. صباح الخير. صباح الخير، أسعد الله صباحكم جميعا وصباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني بصراحة بيقولوا أنه مرسين حلوة، دائما جو هيك مثل جو البحر باللاذقية بطرطوس. كيف شفت العيشة بمرسين؟ طبعا أنا لما دخلت تركيا اخترت تركيا بشكل على مستوى تركيا كلها. يعني اخترت مرسين بالذات لأنه يمكن فيها بحر. مرسين هي القربة من ساحل، من الساحل السوري، وتتمتع بنفس المناخ. صحيح. يعني فترة الصيف اللي هو نحن بنبدأ عمل الصدف فيه يمتد لست أشهر أو سبع أشهر. فالصيف طويل. أيوة الصيف طويل. أما البحر الأسود مثلاً، على البحر الأسود ممكن ما يساعد المناخ، يعني بيكون شهرين ثلاثة بس فقط الصيف. نحن من جماعة الأجواء الدافئة يا عم نزار، البحر المتوسط شو بدنا بالبحر الأسود وهالبرد. طيب يعني هل ذكرت أنه في ست شهور تقريباً اللي هو موسم بتجمع من خلاله الأصداف، في مناطق معينة بتروح عليها بتعرف وين بتتجمع الأصداف أو كيف طريقة جمعك لإلها؟ دخلت أنا لما دخلت مرسين نزلت على شاطئ البحر، وبعدين صرت أتمشى على هالشواطئ جميعا على طول مرسين. ساحل مرسين يبلغ 108 كيلو متر. صحيح. يعني طويل. من منطقة قازان لقارادوار بجنوب مدينة مرسين إلى الشمال، إذا إلى منطقة طوجو أنامور هذه الجهة، هذا الساحل 108 كيلو متر. حلو. طفته كله وأكثر وأكثر، يعني سيرا على الأقدام. ما شاء الله. التنقل عبر باصات النقل الداخلي. أما لم صدف كان يستغرق وقت طويل، يعني بحاجة، يعني إذا خرجت في الصباح الباكر ما برجع على قريب المغرب يعني. وأنا أجمع، وكل منطقة بيطلع فيها نوع من الصدف. كل مزرعة، يعني هون مزرعة بندورة، هون مزرعة باذنجان، هون مزرعة بهالشكل. والمناطق هون كل منطقة بيطلع فيها نوع من الأصداف. طب هلا بدك تحكي لنا كيف بقى تعلمت على هاي أنواع الأصداف، من أمتى بلشت؟ أنا بعرف إنك ابن الشام ورحت بعدها على طرطوس. لهجته طرطوسية. نعم، انتقلت أنا وأسرتي انتقلت إلى مدينة اللاذقية بالأول بالابتدائي، بالمرحلة الابتدائية والإعدادية. بعدين المرحلة الثانوية على مدينة طرطوس، والولد والولدة ذهبوا ورجعوا إلى دمشق لهنيك، وأنا اخترت البقاء بدار جدتي في طرطوس من عشقي للبحر. يعني صرت ونذهب رحلات لجزيرة أرواد. يعني هو حب، هذا موضوع الصدف هو حب، وليس انه شفت انه ممكن يكون يعني في منه مهنه. من خلال الاعياد نذهب بالمراكب الصغيره الى جزيره ارواد ونشوف هالاصداف المعلقه ونسائم البحر اللي تصدر من البحر، اللي هالاصداف تصطدم ببعضها وبتطلع اصوات حلوه. صحيح. اصوات جميله جدا. كنا نشتري هالهدايا، مثلا جيب هدية لوالدتي، جيب هدية لجدتي وهيك. وبالتالي صار عندك هذا التعلق يمكن بالأصداف وبصناعة الأصداف بهي الطريقة. طيب أنا حابب أسألك أنه من خلال بحثك على هذا الشاطئ الطويل اللي ذكرته بمرسين، شو أحلى صدفة حصلت عليها؟ طبعا هو بيطلع الأصداف، بيطلع شيء نوع من الضفر، هذا الرقيق، هذا ما في عينة منه. هذا بيطلع على في منطقة معينة في مرسين بيطلع منه، وبيطلع يعني قواقع مثل هذه بهالشكل. هذه القواقع جميلة اللي بتطلع بحذفيها بمناطق تانية مثلا. هاي كنا نحن وصغار نحطها على اذننا يقولون لنا بتسمعوا فيها صوت البحر. طبعا بيصدر فيها صوت البحر، في قواقع، والقواقع متنوعه. شوفي هذه مثلا القوقعه، يعني هذه مستورد شغل الفلبين مثلا. وين قربها على الكاميرا عم. ايوه. ايه. لا لسه شوي على اليمين.
تمام. ايوه هلا بينت. ايوه نعم. هذه هون بمنطقه طججو او منطقه قلعه البنت قزقلس هذه بيستوردوا هالاصناف الصدرات، فانا بشتريها مشترى. طب الاشكال اللي بتعملها عم نزار مثل شو بتشتغل؟ بتبيع الصدف مفرد ولا لا بتعمل منه شيء؟ هالاصناف بقوم بجمعها، انا بعمل من خلالها سفن شراعيه مثلا. بدنا نشوف طبعا شيء من شغلك. ايوه هلا هيك تمام. ايوه هاي هسه هيدي قيد الانشاء، هسه بدها خيطان. عندي مثلا السفينه الشراعيه اللي جاهزه هذه بهالشكل. حلو. طبعا هاد بياكل وقت. اي سمعنا منك لانه كل صدفه بدها تنشيف وبدها تشميس وغسيل. هذا الصدف انا لما بلمه بغسله بالماء الحلو، لانه هو بيكون طالع من البحر، المي المالحه ما بتلزق مع اللوث مع نوع الغري او السيليكون، لا ما بيلزق. فبغسله بالماء الحلو بعدين بعرضه للشمس لينشف بالخالص، واذا فيه ريحه او شوائب او كذا بنظفه. بتنظفها. بعد ما بيتنظف بفرزه. طيب. بفرز كل نوع الحلو وبحطه بعلب خاصه. وبعدين حسب يعني حسب حاجتك، بما انك انت فرزتهم حسب الاحجام على ما اظن، بتبلش بقى بتختار وبتطبق هاي التحفه الفنيه. بدي اسالك عم نزار، ان انت وعم تجمع الصدف عم تشوفهم مثلا بالبحر وهيك، شو الاشكال اللي بتخطر على بالك؟ هل بتقول مثلا انا بدي اعمل هالمره سفينه، بدي اعمل حوريه بحر كذا، ولا بتتركها للصدفه؟ لا هي انا وعلى البحر، شو بوجد على البحر من مثلا من اخشاب، شو رامي البحر من قصب، من اخشاب مثلا مسطحه او من حجاره كهذه. حجاره مثل هاي. شوي يسارك. يسار شوي. ايوه يسار. تمام. أيوة. تمام. حجاره هذه هذه بتكون يعني بقلب ميه البحر خلال 100 سنه 200 سنه حتى عملت فيها النتوءات هذه. وبجيب الاظافر والصواقع يعني سبحان الله تركب بهالشكل مثلا، وبقوم بتنزيهم واعمل يعني لحتى تظهر قطعه كهذه مثل هي مثلا. هذه القطعه حلوه كثير هاي. عم نزار سمعنا انه شاركت بمعارض؟ شاركت مره او مرتين يعني. تخبرنا خبرنا عنهم. أقاموا السوريين هون يعني وقالوا إذا بتحب تشاركتي، شاركت لي كان لمدة 3 أيام فقط يعني ما أما يعني بالنسبة أنا لعملي هذا بالضبط، يعني حتى لو ذهبت إلى الأسواق مثلا أو مجمعات كالفورم يعني هون مجمع ضخم، لا ممكن ما بيع، ممكن ما حدا يشتري، لانه اللي نازل لهنيك نازل يشتري ثياب او يشتري اكل او نازل سياحه هو واهله. اما هذه على البحر اللي نازل ياخذ ذكرى من البحر. طبعا. ايوه طبعاً. فانت بتفضل انك تحط هاي التحف على البحر لحتى زوار البحر هن يكونوا اقرب يعني ويشتروا. نعم. طيب شو بيقولوا لك الناس؟ شو لما بشوفوك حاطط هالصدف وهال القصص هي شو بيقولوا لك؟ خاصة اللواد أغنيك يعني شو أكثر كلمة بتسمعها؟ خلال الأربع سنوات اللي مرت، أربع خمس سنوات وأنا بهالعمل على الشواطئ، شواطئ مرسين وقفت عليها كلياتها، صار بيني وبين السكان هون من أتراك، من سوريين، من عراقيين، من أوكران، من مغتربين، صار مثل نوع من الود. حتى الاطفال يعني لما بيكونوا بيمروا بيأشروا الي وبيسلموا علي وبرد عليهم السلام ما شاء الله، يعني صار مثل علاقه الود بيني وبينهم. حلو. بيقولوا لي ما شاء الله حلال، يعني هذا العمل حلال يعني. عمل يدي وعم بشتغل بايدي، وانا ما بلجأ لحدا ولا لجأت لمنظمات لما جيت لهون ولا لجأت لحدا. يعطيك الف عافيه. اعتمدت على عمل يدي. طبعا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه، عندما هاجر مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف واخى بينه وبين سعد بن الربيع، وقال له لك نصف مالي يا عبد الرحمن، قال امسك عليك مالك ودلني على السوق. وذهب الى السوق ولم يعد مساء الا وبيده
بعض السمنه وبعض الطعام. فانت من خلال هي المشغولات الصدفيه عم تقدر تكسب رزقك، وبنفس الوقت عم يعني عم تمارس هوايتك وشغلك المفضل. شكرا لك عم نزار عدرا، كثير انبسطنا بوجودك، كنت معنا من مرسي، نهارك سعيد. والله وشرفني اللقاء معكم يا ميت، اهلا وسهلا. كل التوفيق لك. ندعوك لزيارتنا بالعيد ان شاء الله. اكيد اكيد. في منطقه فيراشي ان شاء الله. شكرا لك.